بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة وطلبات الشهادة الأهلية، مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات. النهارده هناخد مع بعض التناسب ونتكلم فيه عن ناخد الجزء الأول من التناسب. تعال نشوف أهداف الدرس بتاعتنا إن شاء الله النهارده. نتعرف على معنى التناسب، نتعرف على خواص التناسب، أن نستخدم خواص التناسب في حل المسائل وتمارين متنوعة. طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. التناسب في البداية هو تساوي نسبتين أو أكثر. المعنى لو أنا عندي نسبة زي 2 إلى 4 ونسبة تاني اللي هي هيساوي 2 على 4 ونسبة تاني زي 3 إلى 6 اللي هي هتساوي 3 إلى 6. النسبتين دول شكلهم مختلفين ولكن قيمتهم واحدة. يعني أنا عندي الاثنين على 4 هيساوي 3 على 6 لان الاثنين قيمتهم نص 1 الى 2، وبالتالي التناسب هيكون واخد الشكل بتاعنا الدور. ان انا هقول والله انا عندي لو انا عندي 2 على 4 هيساوي 3 على 6 يبقى ده تناسب، او ممكن كمان اكثر من نسبه يعني كمان ياخد 4 على 8. يبقى التناسب هو تساوي نسبتين او اكثر. طيب لو كانت الاعداد مثلا الف وب وجيم دال اعداد متناسبه، فان في الحاله دي هيكون الف على ب هيساوي جيم على دال. يعني على سبيل المثال لو انا عندي 2 و4 و3 و6 دي اعداد متناسبه، يبقى على طول اعرف ان الاثنين على الأربعة هيساوي ثلاثة على ستة. وكمان هنا هنشوف كمان معاي ان الألف ده هيبقى لي اسم معين، ان هو الألف ده الحد الأول للتناسب يعني الأول المتناسب، وبه برضو هتكون تسمى الحد الثاني للتناسب يعني به هتسمى الثاني المتناسب، وكمان عندي جيم كده هيبقى الثالث المتناسب، ودال اخيرا هيبقى الرابع المتناسب. يعني انا عندي لو انا عندي الف وب وجيم ودال دي اعداد متناسبه، يبقى الف هنا الاول، ب الثاني المتناسب، جيم الثالث المتناسب، اخيرا دال الرابع المتناسب. كمان عندي الالف والدال بنسميهم بطرفي التناسب، يعني الف اللي هم من بره يعني الطرفين ألف ودال اللي هو الحد الأول والحد الرابع يسمى بطرفي التناسب. أما ب وجيم بنسميهم مع بعض وسطي التناسب، اللي هنا ال ب والجيم في النص هنا كده. يبقى ألف ودال يسمى معا طرفي التناسب، أما ب وجيم فبنسميهم وسطي التناسب. يبقى نتعرف سريعا على ملخص الكلام اللي احنا قلناه. لو عندي الف وب وجيم ودال اعداد متناسبه، يبقى الف على ب هيساوي جيم على دال، وهنا بنسمي الف الاول متناسب وب الثاني المتناسب، جيم الثالث ودال الرابع. كمان بنسمي الف ودال مع بعض طرفي التناسب، ب وجيم بنسميهم وسطي التناسب. طيب خواص التناسب، التناسب ليه خواص كتير، احنا هناخد منهم حوالي 5 خواص نقسمينهم على جزئين. النهارده هناخد خاصية 1 وخاصية 2 وخاصية 3، والحصة القادمة إن شاء الله هنكمل باقي الخواص. الخاصية الأولى بتقول لي حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، اللي هي طول عمري أنا بشتغل بيها من المرحلة الابتدائية. بنسميها لو انا عندي 3 طرفين عندي التناسب بالوضع ده 3 على 4 هيساوي، وليكن انا عاوز اعمل تناسب مساويه، ممكن اضرب طرفي النسبه في 2 هيكون 6 هنا و4 في 2 ب 8.
لو كان عندي الطرفين اللي هم الثلاثة والثمانية، لو ضربت الثلاثة في الثمانية هيديني 24، ثلاثة في ثمانية هيساوي 24. في نفس الوقت لو ضربت الأربعة في الستة هيديني 24، يبقى هنا حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. خاصية دي أنا طول عمري بشتغل بيها وأقول عليها خاصية، سامع ناس بتقول خاصية المقص. نضرب كده يبقى كده الثلاثة في الثمانية والأربعة في الستة هيكونوا متساويين. طيب إمتى أستخدم الخاصية دي في حل المسائل؟ لما يكون عندي مجهول واحد في التناسب. يعني على سبيل المثال مثلا ناخد 3 على س يساوي 6 على 8، هنا مجهول واحد في التناسب س، يعني ما فيش س وص، يبقى كده انا استخدم الخاصيه دي، اسهل خاصيه لايجاد قيمه س ان انا استخدم خاصيه حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. كمان ممكن شكل التمرين يكون على الهيئه دي برضه. هنا ناخد بالنا انا عندي هنا س وهنا س وهنا س وهنا س، برضه ده مجهول واحد في المساله، يبقى انا هستخدم الخاصيه اللي هي بنسميها حاصل ضرب الطرفين سواء حاصل ضرب الوسطين، اللي بنطلق عليها مجازا خاصيه المقص. طيب تعال نشوف تمارين مهمه على هذه الخاصيه. مثلا ممكن يقول لي كده اوجد الرابع المتناسب للاعداد 4 و10 و16. على طول يا شباب هنفرض الرابع المتناسب اي رمز وليكن، يعني انا المفروض ان انا عندي كمان هنا اماكن فاضيه كده نقاط كده، على طول افرض ان الرابع المتناسب هو س او ص او عين او اي رمز. طيب في الحاله دي على طول هتبقى الاعداد 4 و10 و16 وس، حطيت س في المكان المناسب بتاعها. خلي بالك هو ايه؟ السؤال بيقول لي الرابع، يعني س هنا هتبقى رقم 4. عشان بعض الاحيان وبعض التمارين بيقول لي مثلا الاول او الثاني او الثالث، هحط س في مكانها. طيب في الحاله دي انا عرفت ان ايه؟ لو الاعداد دي متناسبه يبقى الاول على الثاني اللي هو الاربعه على العشره يساوي الثالث على الرابع. يعني انا عندي اربعه على عشره يساوي 16 على س. بالتالي هنستخدم خاصيه حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. الطرفين عندي هنا الاربعه والسين، هنضربهم في بعض يساوي حاصل ضرب الوسطين، الوسطين اللي هم 10 في 16. يبقى كده هتكون 4 في س هيساوي 10 في 16. طيب في الحاله دي انا عندي عاوز كمان اجيب س هنا بكام معي؟ اودي الاربعه الناحيه الثانيه اقسم على 4، يعني مجازا كده يبقى هقسم هنا هاخد 10 مضروبه في 16 واقسم اخذ الاربعه احطها في المقام، هتبقى على طول معايا س هيساوي 10 في 16 على 4، على 4 فيها الواحد، على 4 فيها الاربعه، 10 في 4 هيساوي 40. يبقى كده انا عندي الرابع المتناسب هو 40. طيب تعال نشوف مثال ثاني بيغير فيه، بتكون تقريبا نفس الصيغه ولكن المطلوب هيكون حاجه مختلفه. المثال ده بيقول لي اوجد الثالث المتناسب للاعداد. يبقى انا هنا هاجي اشتغل اعرف انا بشتغل على ايه؟ الثالث المتناسب. برضه هنفرض ان الثالث المتناسب هيكون س مثلا، ولكن مكانه هيختلف، يعني ما تحطليش هنا س في الاخر، لا انا هشوف يعني انا عندي 3 و7 ده الاول ده الثاني، السين مكانها هتيجي بعد ايه؟ يبقى انا عندي ده 3 ده الاول، السبعه ده الثاني، يبقى مكان السين الطبيعي هيكون هنا وال 14 كده. يعني كده على طول هنفرض ان الثالث المتناسب هو سين. بالتالي الاعداد هي هتبقى 3 و7 وسين و14. طيب هنا الاول برضه نفس الخاصيه بتاعتنا، طالما الاعداد دي متناسبه يبقى الاول على الثاني يساوي الثالث على الرابع. يعني 3 على 7 هيساوي س على 14. بالمثل هنستخدم خاصيه حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. بالتالي هيكون ال7 في الس
يساوي 3 في ال14. طيب نفس الطريقة برضو، هاخد شرطة كسر تحت 3 مضروبة في ال14، ودي السبعة اقسم على السبعة، يعني المسألة بعد الخطوة دي مباشرة هاخد شرطة كسر واقسم على السبعة، وهنا اقسم على السبعة مجازا، يبقى كده ايه هتبقى معايا انا المسألة بتاعتي س هيساوي 3 مضروبة في 14 على 7. على طول السبعة فيها الواحد، السبعة فيها الاثنين، وبالتالي س هيساوي 3 في 2، هتكون عندي قيمة س هيساوي 6، وده الثالث المتناسب في الحالة دي هو 6. يعني الأعداد هتكون بتاعتي أنا بعد ما حليت، وممكن أتأكد من الإجابة بتاعتي، يعني هتكون الأعداد بتاعتي 3 و7 و6 و14. طب هل الأعداد دي أعداد متناسبة؟ لو أنا حابب أتأكد من الإجابة بتاعتي، ممكن بمجرد النظر أشوف مثلا أنا إيه، لو حطيت الثلاثة على السبعة هيساوي 6 على 14 نفس القيمة، بعد الاختصار، لأن أنا عندي ثلاثة، عندي 3 على 7، وعندي كمان 6 على 14. أنا ممكن النسبة دي أبسطها أقسمها على الاثنين، فبالتالي هتكون 6 على 2 فيها الثلاثة، و14 على 2 فيها السبعة، ادتني نفس القيمة في بتاعت النسبة الأولانية. يبقى بالتالي أنا ممكن أحل المسألة بأكثر من طريقة، ولكن أنا هستخدم الخاصية دي تمام، نظرا لوجود بعض المسائل ما هنلاقيها شويه كده مش هتحل غير بالطريقه دي، مسائل مش سهله، لكن ممكن تلميذ طالب يقول لي والله يا مستر انا شايف ان هنا الثلاثه هتتناسب، السبع هنا هتتناسب مع ال 14، دائما كده ما كنا بنحلوها في الابتدائي، 7 وال 14 يبقى السبع كده اصبحت 14، يبقى هتضربت في الاثنين، كمان هنضرب الثلاثة في الاثنين هتديني 3 في 2 هتديني برضو 6، يبقى س هيساوي 6. ولكن دعنا نكمل باقي المسألة بنفس الطريقة، باقي التمارين. أوجد الأول المتناسب الأعداد الآتية. طيب الأعداد الآتية 5 و2 و10، ولكن المطلوب مني الأول المتناسب، يبقى نحط الأول في الأول هنا، يبقى نبدأ المسألة س وخمسة واثنين والعشرة، دي أعداد متناسبة، وبالتالي الأول على الثاني يساوي الثالث على الرابع. يعني نفرض الأول متناسب س، يبقى على طول معي الأعداد هي س وخمسة واثنين وعشرة. طيب بالتالي س على الخمسة هيساوي 2 على 10. استخدم خاصية حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، هتصبح عندي س في 10 يساوي 2 في 5. هنا دايما يا شباب هقسم على اللي قدام السين، يعني هلغي العشرة من هنا وهقسمها كده، وبالتالي هتكون سين هيساوي 2 في 5 على 10. طيب 2 في 5 ب10، يبقى المسألة بتاعتي هتبقى 10 على 10 فيها الواحد، وبالتالي الأول المتناسب بتاعي هيكون 1. بسرعة لو حابب أتأكد من صحة الحل بتاعي، أقول له والله أنا عندي 1 و5 و2 و10. نشوف هنا الحل اللي احنا نوهنا عليه في المثال السابق، أنا عندي هنا 1 أصبح 2، اضرب في 2. طيب 5 اتضربت في 2 برضو تبقى 10، يبقى كده الحل بتاعي سليم، يبقى 1 لو اتضرب في 2 هيكون 2، ونفس الوقت 5 لو ضربت 2 عندي 10، يبقى الأعداد دي أعداد متناسبة. طيب تعالى ناخد تمرين آخر، أنا أخذت الرابع المتناسب، الأول الثالث المتناسب، ثم الأول المتناسب، تعال نشوف ناخد مع بعض الثاني المتناسب. أوجد الثاني المتناسب الأعداد 2 و4 و6. أهم حاجة نحط السين اللي هي هنفرض العدد المتناسب المجهول هو سين أو صاد مثلا، هنحطه في مكان المناسب، الثاني يعني الاثنين وبعدين السين وبعدين الاربعة وبعدين الستة، وكده المسألة هتمشي بنفس الخطوات اللي احنا حلينا بيها مسألتي. نفرض الثاني المتناسب هو سين،
يبقى على طول مع الأعداد، هتبقى 2 وسين وأربعة وستة على طول. الأول على الثاني يساوي الثالث على الرابع. طيب على طول نستخدم حصيل حاصل ضرب الوسطين يساوي حاصل ضرب الطرفين. احنا قلنا الأطراف اللي هي من بره، الكميات اللي من بره، يعني عندي الطرفين هنا الاثنين والسته، او اول بسط واخر مقام، والوسطين عندي السين ومعاي الاربعه، يبقى الاثنين في السته هيساوي سين في اربعه. طيب زي ما احنا تعلمنا شباب، على طول هناخد شرطة كسر هنا وهنلغي الأربعة من قدام السين وهنقسم هنا على أربعة، وبالتالي هتكون سين يساوي 2 في 6 على 4، 2 في 6 ب 12، 12 على 4 هيساوي 3، يبقى كده الأول متناسب هو 3. طيب سامع ناس يقول عاوز أتأكد، طب تعال نشوف. يبقى أنا عندي هنا هتكون المسألة بتاعتي 2 و 3 و 4 و 6. على طول انا عندي الاثنين هتبقى 4، يبقى اتضربت في الاثنين، طب الثلاثة لو اتضربت في 2 هتبقى ب 6، يبقى كده الاعداد متناسبة. طيب تعال نشوف الرموز عندك. برضه لو عندي كميات متناسبة وكانت على شكل رموز، هي نفس الايه؟ طريقة الحل اللي بنحل بيها مسائلنا اللي فيها اعداد. هتكون عندي الإجابة، هو طالب مني هنا بيقول لي أوجد الرابع المتناسب، يبقى هنفرض الرابع المتناسب هو سين، وبالتالي ألف وألف تربيع ب وألف ب وسين تبقى هي الكميات بتاعت المتناسبة. وهنشوف هناخد الأول على الثاني يساوي الثالث على الرابع، نفس الطريقة بتاعتنا. يبقى هنا عندي الأول بتاعي ألف على ألف تربيع ب هيساوي ألف ب على سين، يبقى ألف على ألف تربيع ب، يبقى الأول على الثاني يساوي الثالث على الرابع. هنستخدم نفس الخاصية بتاعتنا، لأن أنا المجهول هنا مش رمز، دي كميات، أنا عندي المجهول اللي أنا فرضه اللي هو سين، تمام. اما الف هو الف وب والف تربيع ب، دي كميه مش مطلوب اجيب قيمتها بكام، انا مطلوب اجيب الرابع المتناسب للكميه دي هيكون ايه. بالتالي الطرفين بتوعي الف وسين، والوسطين الف تربيع ب والف ب، وهنا هيكون الف في سين هيساوي الف تربيع ب في الف ب. يعني أنا عندي ألف في سين، وهنا ألف ب في ألف تربيع ب المسألة بتاعتي، وبالتالي هنا برضو هقسم الكمية دي، أقسمها على اللي قدام السين، يعني هقسمها على الألف، يعني المسألة بتاعتي هتكون سين هيساوي ألف تربيع ب مضروبة في ألف ب على ألف. طيب تعال نشوف، أنا أمني إن يكون عندي مسألة كده وعاوز أختصرها مضروبة، والله هنا هنقول ألف مع الألف، وبالتالي هيبقى عندي ألف تربيع في ب في ب، يعني ألف تربيع ب تربيع، وده هو اللي هيكون الرابع المتناسب بتاعي اللي هو ألف تربيع ب تربيع. طيب انا سامع ناس بتقول عاوز اتاكد ملحه. طيب تعال نشوف، انا لو عندي الاول على الثاني، يعني الف الف تربيع ب، طيب تعال نشوف، نفتح سبوره نشتغل عليها، الف والف تربيع ب، دي الكميه الاولى كانت. انا هنا الالف بتاعتي لو اختصرت الالف فيها الون، الالف فيها الالف، وبالتالي هتبقى عندي هنا واحد الإجابة بتاعتي. واحد على ألف
به. طيب تعال نشوف كمان الأطراف الباقية. كانت عندي ألف ب وألف تربيع ب تربيع. يبقى الحل الأول اللي هو طلع معنا كان واحد على ألف ب، وهنا ألف ب على ألف تربيع ب تربيع. الألف هنا هتمشي مع ألف من التربيع، والب هتمشي مع ب من التربيع، هيساوي واحد على ألف ب، وبالتالي أصبح الطرفين متساويين، واحد على ألف ب وواحد على ألف ب. مثال آخر، نفس الكمية، ألف ناقص ب واثنين المرة دي، وألف تربيع ناقص ب تربيع. تعال نشوف المسألة دي فيها فكرة جديدة. الجواب بتاعنا هنفرض ان الرابع المتناسب هو س، وبالتالي هيكون ألف ناقص ب دي كمية واحدة، يعني ده نتعامل معه على انه عدد كمية، وبعدين اثنين ده الثاني المتناسب، وبعدين الثالث المتناسب ألف تربيع ناقص ب تربيع، أخيرا الرابع المتناسب. هيكون برضه نفس الحوار بتاعي، ألف ناقص ب على اثنين هيساوي ألف تربيع ناقص ب تربيع على س. طيب هنا نفس الطريقة، حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، اللي هي طريقة المقص بتاعتنا. حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، يبقى ألف ناقص ب مضروبة في س هيساوي 2 مضروبة في ألف تربيع ناقص ب تربيع، يعني ألف ناقص ب مضروبة في س هيساوي 2 مضروبة في ألف تربيع ناقص ب تربيع. زي ما تعلمنا في الأمثلة السابقة، هناخد شرطة كسر تحت الاثنين في ألف تربيع ناقص ب تربيع، وهقسم بعد كده على ألف ب، هقسمها على ألف ب هيديني اثنين مضروبة في ألف تربيع ناقص ب تربيع على ألف ناقص ب. هنا أنا هبدأ أشوف المسألة بتاعتي، والله ده أنا عندي ده فرق بين مربعين، يعني هنفتح قوس وناخد ألف ناقص ب مضروبة في ألف زائد ب. يبقى حللت ألف تربيع ناقص ب تربيع إلى ألف ناقص ب مضروبة في ألف زائد ب، والاثنين ماليش دعوة بيهم من قدام. هنا هنلاحظ إن أنا عندي قوس كامل ألف ناقص ب مع، وتحت هنا في المقام ألف ناقص ب، هيروحوا مع بعض، وبالتالي الرابع المتناسب هيكون 2 مضروبة في القوس ألف زائد ب. خلي بالك الاثنين هنا لما تتضرب في الألف تبقى 2 ألف، وكمان 2 تتضرب في الب يبقى 2 ب. طيب تعال نشوف مثال آخر بفكرة جديدة خالص. أوجد العدد الذي إذا أضيف إلى كل من 3 و 5 و 8 و 12 فإنها تكون متناسبة. خلي بالك الأعداد دي مش متناسبة، يعني الثلاثة والخمسة، الثلاثة على الخمسة لا تساوي الثمانية على 12. أنا عاوز أضيف عدد بحيث العدد ده لو جمعت عليه الثلاثة وبعدين جمعت الخمسة، جمعت عليها العدد، والثمانية جمعت عليها العدد، وال 12 جمعت عليها العدد، هيديني عدد جديد. الأعداد الجديدة هتبقى متناسبة. على طول نفرض العدد هو سي. طيب يبقى كده أنا عندي الأعداد هتتغير، هتبقى 3 زائد سي أول عدد، وهنا 5 زائد س ثاني عدد، وهنا 8 زائد س، اخيرا 12 زائد س. يبقى كده انا دوري هجيب س بكم؟ هنا برضه نفس الطريقه بتاعتنا، الاول على الثاني يساوي الثالث على الرابع، يعني 3 زائد س على 5 زائد س يساوي 8 زائد س على 12 زائد س. وبالتالي هستخدم نفس الطريقه بتاعتنا، طريقه الايه؟ طريقة المقص، حاصل ضرب الطرفين هيساوي حاصل ضرب الوسطين. ليه؟ لأن أنا عندي مجهول واحد. أنا قلت لك في بداية الشرح بتاعي الخاصية الأولى هنستخدم لها مجهول واحد. لو في مجهول واحد في المسألة هنستخدم الخاصية الأولى في حل المسألة. يبقى وبالتالي هتبقى 3 زائد س مضروبة في 12 زائد س، القوس الثاني 5 زائد س مضروبه في 8 زائد س. هنا نبدا نفك الاقواس، نضرب الاول في الاول 3 في ال 12، وبعدين ال 3 في الس،
وبعدين هنفك من الناحية دي الثاني في الأول وبعدين الثاني في الثاني. يبقى أنا عندي مسألة هتكون 3 في 12 36 وبعدين 3 في السين 3 سين، ونمسك السين هنا نضربها في ال 12 ب 12 سين، ونمسك السين كمان نضربها في السين هتبقى سين تربيع. يبقى أنا كمان عندي خلي بالك عندي الحد الأوسط الميدل اللي هو 3 سين زائد 12 سين، دول هيبقوا 15 سين مع بعض. طيب الناحية الثانية نفس الطريقة، ضربنا 5 في 8 ب 40 وبعدين نضرب ال 5 في السين 5 سين، بعدين نضرب السين في الثمانية بثمانية سين، وبعدين نضرب السين في السين بسين تربيع. خلي بالك برضو هنا هيبقوا عندي وسط حد أوسط اللي هو خمسة سين زائد ثمانية سين، يعني هنا هيكون 13 سين. كده المسألة هتبقى وكمان هنا نلاحظ أن السين تربيع هتمشي مع سين تربيع لأن أنا طرفين متعادلين. يبقى المسألة بتاعتي هتبقى 15 سين مع بعض 3 سين و12 سين 15 سين زائد 36 الطرف الايمن، الطرف الايسر هيبقوا 13 سين اللي هم ال 5 سين وال 8 سين زائد 40. هنا هنودي السينات في ناحيه، يعني هنودي ال 13 سين بإشارة سالبه ونودي ال 36 ناحيه ثانيه وراء ال 40، يعني هنا هتبقى 15 سين الطرف الايمن ناقص 13، الطرف الايسر هيبقى 40 ناقص 36، هنا هيكون يديني 2 سين، والاعداد هيديني 40 ناقص 36 يديني 4. طيب كده هنقسم على اللي قدام السين، يعني هنقسم على 2، يعني سين هتكون 2، يبقى العدد هو 2. وبالتالي انا لو ضفت الاثنين لو حبيت اتاكد العدد متناسب ولا لا هنضيف الاثنين على الثلاثه يبقى 5. يبقى العدد الاول 5 اللي هو ايه؟ كمان هنضيف ال 5 عليها 2 يبقى 7، وهنا 9 وهنا 14. تاني يا شباب يبقى كده هتبقى عندي ال 5 على 7 يساوي هنا هتبقى 10، معلش يا شباب ال 9 دي اللي انا هضيف عليها 2 فال 9 دي هتبقى 10، 8 هنضيف عليها 2 اللي هو عفوا. بالتالي خلي بالك هنا الخمسه بقت 10 زي ما علمتك انا الحل الاول، يعني ضربت في الاثنين، والسبعه لو ضربت في الاثنين تبقى 14، وكده الاجابه بتاعتي سليمه. طيب تعال ناخد خاصيه رقم 2 اللي هي بتقول لي لو الف في جيم هيساوي ب في د، يبقى انا هقدر اكون عده تناسبات من هذا التناسب. ازاي التناسبات دي؟ اول تناسب انا هطلع مثلا لو انا هقول هبدأ من عند الألف، لو طلعت من عند الألف للب، يعني لو قلت ألف على ب كده ألف إلى ب، الناحية الثانية ما رجعش فاضي، أنا وصلت الب، هجيب من عند مين؟ من عند د أروح لجيم، يعني هتساوي د على جيم. يبقى أنا لو بدأت من ألف وصلت الب هجيب في يدي كده د، هتبقى د على جيم، يعني ألف على ب هيساوي د على جيم. دي الخاصية التناسب الأول. طيب لو لو بدأت مثلا من عند الألف رحت عند الدال، يعني ألف على دال، ما هي كده هيساوي أكيد أكيد الطلبة فهمتها به على جيم، هاخذ من ناحية به المرة دي هيكون عندي ألف على دال يساوي به على جيم. طيب نشوف التناسب الثالث. طب لو بدأت من عند الجيم جيم على دال مثلا، يعني ما كده هتبقى إيه؟ جيم على د هيساوي سامع ناس بتقول لي يساوي به على الف، تمام. طب الخاصية الرابعة كده هنبدأ من الناحية الثانية، بدأت مثلا من عند الدال ورحت للألف، يبقى ما رجعش يدي فاضية فيها، هجيب الجيم كده جيم هتبقى جيم إلى ب. طيب يعني هتبقى ألف على دال هيساوي جيم على ب. طيب الخاصية الخامسة لو بدأت من عند الدال بس رحت ناحية الجيم، يعني دال على جيم، أيوه سامع ناس بتقول لي هجيب من ناحية الألف، أنا انتهيت عند جيم أبقى هجيب من الألف على ب، يعني هيكون عندي دال على جيم يساوي ألف على ب. طب تعالوا نشوفوا تناسب تاني برضه، لو بدأت من ب ب على ألف
يساوي جيم على د. أخيرا لو بدأت من عند ب ب ورحت ناحية جيم يبقى ب على جيم هيساوي ألف على د. على فكرة التناسبات دي موجودة يعني كلهم شبه بعض، يعني ممكن نلاقي التناسب ده في كون تناسب شبهه في الشريحة السابقة، ولكن كنا بدأنا بألف على د هيساوي ب على ج. يبقى ملخص الطريقة دي، لو أنا عندي ألف مضروبة في ج هيساوي ب في د، لو بدأت بأي واحدة في الاثنين دول، يعني لو بدأت من ناحية ألف ورحت ناحية ب ما رجعش فاضي، هجيب د على ج. برضو ممكن أبدأ من ألف وأروح لناحية د هتبقى ب على ج والعكس. طيب تعال نشوف ازاي نحل بيها تمارين الخصية. بيقول لي اذا كانت 5 الف هيساوي 8 ب، فان الف على ب هيساوي كم؟ يبقى انا عندي، طب ما انا اقول له ابدا له من عند الالف على ب هيساوي، ارجعش يدي فاضيه. وكمان لو عكسناهم ب على الف هيساوي كم؟ طيب تعال نشوف الاجابه بتاعتي. اقول له والله بما ان 5 ألف هيساوي 8 ب، يبقى على طول هقول له ألف على ب ما رجعش يدي فاضية زي ما قلنا اتفقنا شباب، يساوي 8 على الخمسة. يبقى في الحالة دي ب هيساوي 8 على 5. طب العكس، طب تعال نحل، هيبدأ له المرة دي من ناحية ال ب، يعني لو بدأنا من ناحية ال ب هتبقى أقول له إيه؟ ب على ألف. يبقى ب على ألف هيساوي ب على ألف الحالة دي هيساوي 8 على 8 على 5. طيب تعال نشوف مثال آخر. بيقول لي إذا كانت 3 س ناقص 4 ص هيساوي صفر، فإن س على ص يساوي كم؟ طيب نشوف الطلبة تفكر في حل المسائل دي. يلا ابناء الطلب، اكيد ناس حلت الحل اللي هيبقى سهل معي. هودي الأربعة صاد الناحية الثانية، يعني هتحرك تبقى 3 س هيساوي 4 صاد، وبالتالي هقدر اقول له ان س على صاد ابدا له من عند س على صاد، عفوا س على صاد هيساوي 4 على 3. يبقى س على ص هيساوي 4 على 3، وكده اللي مطلوب مني في هذا التمرين. طيب بيقول لي 4 ألف هيساوي 5 ب، فإن 5 ب على 4 ألف بكم؟ أنت أقول له والله بما أن 4 ألف هيساوي 5 ب، المرة دي أنا هبقى لماح السؤال بتاعي، هو عاوز ب على ألف، يبقى هبدأ له من ب أروح للألف هيساوي 4 على 5، يعني ب على ألف يساوي 4 على 5. طب وبالتالي أنا عندي 5 ب على 4 ألف، الخمسة على 4 دي ثابتة معايا اللي هي الأعداد دي، مضروبة في ب على ألف، طب ب على ألف 4 على 5 يبقى هتكون معاي مضروبة في 4 على 5، وخلي بالك هنا الخمسة هتروح مع الخمسة والأربعة مع الأربعة، عدد المقلوب بتاعه هيساوي 1، يبقى قيمة المسألة 1. طيب تعال نشوف إذا كانت ألف على ب ناقص ألف هيساوي جيم على د ناقص جيم، فإن اثبت أن الكميات متناسبة. برضو هستخدم طريقة المقص بتاعتي، حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. يبقى هيكون عندي ألف مضروبة في د ناقص جيم هيساوي جيم مضروبة في ب ناقص ألف، وبالتالي هبدأ أفك، هدخل الالف، الالف تضرب في الدال، وبعدين الالف تضرب في الجيم، يبقى الف دال ناقص الف جيم، وبعدين بالمثل الجيم تضرب في ال ب والجيم تضرب في الالف، يبقى جيم ب ناقص جيم الف. نلاحظ هنا ان الالف جيم هنا هي جيم الف، بس هنا تبديل بين الجيم والالف، يبقى الاثنين بالسالب هيروحوا مع بعض، يبقى هيفضل معي انا المساله بتاعتي ان الالف دال هنا هيساوي الجيم ب. طيب ما كده يبقى انا عندي الف على ب
هيساوي جيم على دال. طيب يبقى عن الكميات الاربعه متناسبه. اخر خاصيه هنتكلم فيها خاصيه حلوه وسهله بسيطه، بتقول والله اذا كانت الف على ب يساوي جيم على دال، بالتالي اقدر اخذ الالف والجيم اللي هم المقدم النسبه الاولى مقدم النسبه الثانيه، يعني مجازا هنسميها البسط هنا والبسط هنا لو شبه الكسور، هاخذ الالف على الجيم وهنا هيبقى ب على دال. ان الخاصيه دي بنسميها مقدم على مقدم هيساوي تالي على تالي، يعني الالف على الجيم يساوي ب على الدال. طيب بعض المسائل تحتاج مني حل سريع، يعني انا هيقول لي هنا اذا كانت الف وثلاثه وب وخمسه كميات متناسبه، فهنا الف على ثلاثه يساوي ب على خمسه. يعني انا لو بدات من هنا ألف على ثلاثة يساوي ب على خمسة، طب ما هنا كده بقدر أقول إن الألف على ب مقدم على مقدم يساوي تالي على تالي، يبقى ألف على ب يساوي ثلاثة على خمسة. طيب بيقول لي خمسة ألف واثنين سين وثلاثة ب وسبعة سين كميات متناسبة، فإن ألف على ب يساوي كام؟ برضه أقول له بما أن الكميات متناسبة إذا الأول على الثاني، الخمسة ألف على اثنين سين يساوي الثالث على الرابع. طيب وبالتالي أقدر أنا مش محتاج، أنا محتاج ألف على ب، طب خلاص أخذ له من هنا وأقول له خمسة ألف على ثلاثة ب هيساوي اثنين سين على سبعة سين، يعني مقدم على مقدم يساوي تالي على التالي. خلي بالك هنا بقت معايا السين والسين هيروح مع بعض، يبقى أنا عندي خمسة ألف على ثلاثة ب هيساوي 2 على 7، وبعدين هاجي اضرب هنا في اللي قدام، هاجي اضرب في المقلوب بتاع الخمسة على 3، اضرب الطرفين اللي هو يعني هضرب في ثلاث اخماس المسالتين، وبالتالي دول كده هيروحوا مع بعض، الثلاثة في 5 هنا و5 في 3 هنا، يفضل معايا ان الف ب بس هيساوي 2 في 3 ب 6 و7 في 5 ب 35. وبكده أكون وصلت معكم إلى نهاية حلقة اليوم، وشكرا وبارك الله فيكم، مع تمنياتنا بالتوفيق والتفوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.